طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع سورة البينة، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كمثل قوله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقلنا هذه الآية تدل على أن أهل الكتاب كفار، أهل الكتاب كفار، وإن كان كفرهم أقل من كفر المشركين. وذكرنا أن الكفر دركات، وشر الكفر النفاق، شر الكفر النفاق. ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم يأتي بعد ذلك عباد الأصنام والمرتدون ومن شابههم، ثم يأتي أخف من أولئك وهم أهل الكتاب، والنصارى أخف من اليهود، لكن في النهاية كلهم كفار، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين: إلى مسلم وكافر فقط، لا وسط بينهم، إما أن يكون مؤمنا إما أن يكون كافرا، فكل مؤمن غير كافر وكل كافر غير مؤمن. نعم. قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها لها أسماء كثيرة: جهنم والسعير والأضاء وغيرها من الأسماء. وقوله خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا طويلا، ماكثين فيها مكثا طويلا. وهذا المكث الذي يمكثه الكفار في النار، يعني قد يقول قائل: كيف يخلدون في النار والأصل أن لا يعذب الإنسان أكثر مما عمل، وهذا من العدل، وأن الله تبارك وتعالى لا يعذب الإنسان أو لا يعاقب بأكثر من يعني الجريمة، أو يسامح سبحانه وتعالى، فكيف يكون العمل يعني الكفر مثلا استغرق من حياته 20 سنة أو 30 سنة أو أقل أو أكثر، ثم يكون العذاب مؤبدا؟ قال أهل العلم: الجواب على ذلك أن هؤلاء الكفار لو أدخلهم الله النار مباشرة قبل أن يعملوا هذا العمل، أي في حياتهم الدنيا، يعني لم يعيشوا في هذه الدنيا مثلا، لو أدخل الله الناس على ما يعلم سبحانه وتعالى من أن هذا الإنسان سيموت على الإيمان وهذا الإنسان سيموت على الكفر، وبناء على هذا أدخل أولئك الجنة وأولئك النار. فهنا قد يقول قال: يعني إن هذا ظلم وأنهم لم يفعلوا شيئا. قال: لا، إن الله يعلم ماذا سيفعلون، والله من كمال عدله سبحانه وتعالى تركهم يفعلون هذا الفعل سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك حاسبهم عليه حتى لا يكون للناس حجة على ربهم تبارك وتعالى. وأما استمرار العذاب فلأن الله تبارك وتعالى يقول: لو ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فكان بقية العذاب على ما في علم الله تبارك وتعالى، فأصل الكفر على ما فعلوه، وبقية العذاب على ما يعلم الله تبارك وتعالى من سوء أعمالهم، فلذلك لو عاشوا أبد الدهر لظلوا كافرين أبد الدهر، ولذلك صار العذاب مؤبدا، وصار النعيم كذلك مؤبدا. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل النعيم. قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين وصفت هم شر البرية. شر البرية قيل شر البرية في زمنهم، يعني شر برية أهل زمنهم، وقال بعضهم شر البرية على الإطلاق، شر البرية على الإطلاق. والبرية فيها قراءتان: البرية والبريئة، من برأ الشيء أي خلقه، والله برأ الخلق سبحانه وتعالى، وذاك من أسمائه البارئ جل وعلا، البارئ أي الخالق سبحانه وتعالى الموجد جل وعلا. فهؤلاء شر البرية، شر الموجودات، شر المخلوقات. وقالوا شر البرية في زمنهم، وقيل شر البرية في كل زمن، لأن لا يتكلم عن أشخاص معينين، وإنما عن عموم الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو مشركين
لا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني يدخل في هذا جميع الكفار. وإذاك قال الله تبارك وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، وذلك أن الأنعام كما جاء في الأثر في تفسير قول الله تبارك وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وذلك أنه يؤتى بالأنعام الدواب جميعا ما عدا الإنس والجن يؤتى بهم، ثم يقتص لبعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا لأنها غير مكلفة أصلا، فيقال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فينتهي يعني تنتهي حياتها. أما الكافر لا تنتهي حياته، بل يعذب في نار جهنم، ولذلك صار شر البرية أو شر البريئة. قال أولئك هم شر البرية. طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني الآن ذكر عكسهم مقابلهم، في مقابلهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إذن الناس ينقسمون قسمين، خير البرية وشر البرية، والجن تبع، الجن تبع، فالصالح من الجن مع الصالحين من المؤمنين من البشر، والطالح من الجن مع الطالحين من البشر، لأنه مكلف كذلك، يعني جنس الجن مكلفون كما أن جنس الإنس مكلفون، أولئك هم خير البرية. هنا قال أهل العلم كونهم خير البرية هل يدخل في هذا الملائكة أو لا تدخل الملائكة؟ هل الملائكة داخلة في هذا أو غير داخلة؟ عندما يقال هم خير البرية أولئك هم خير البرية، يعني والملائكة لا شك أنها مخلوقة، فهل صالح المؤمن خير من الملائكة؟ لأن الملائكة كلهم صالحون ولا لا؟ ها؟ أكيد؟ نعم، لا يعصون الله ما أمروا يفعلون ما يؤمرون. طيب هل صالح الإنس خير من صالح؟ أولا هذه المسألة لا ينبني عليها حكم، ولذلك تركها أولى، ولكن من تكلم فيها من أهل العلم بناء على فهمه النصوص والآيات، فقال بعضهم إن صالح البشر خير من صالح أو من عموم الملائكة لقول الله تبارك وتعالى أولئك هم خير البرية، والملائكة من البرية من المخلوقات. واستدلوا على هذا بأن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، طيب هو خير من جميع الملائكة، إذن لا يمنع أن يكون جنس الإنس خير من جنس الملائكة، المقصود بجنس الإنس الإنس الصالحين أي المؤمنين منهم. وقال بعض أهل العلم لا تدخل الملائكة في هذا، وإنما الكلام في الإنس والجن في المخلوقات بغير الملائكة، مخلوقات البشرية أو التي على وجه الأرض فقط، ولا تدخل في هذا الملائكة. لماذا؟ قال لأنه قال أولئك هم خير البرية، والبرية من البري، والبري هي الأرض تراب، البري هو التراب، قالوا هؤلاء خير أهل التراب، والملائكة ليسوا من أهل التراب وإن الملائكة من أهل السماء، فقال لا تدخل الملائكة في هذا الموضوع. على كل حال يعني كما يقولون علم لا ينفع وجهل لا يضر. طيب ثم بين الله فضلهم وجزاءهم، فقال جزاؤهم عند ربهم أي الذين هم خير البرية جنات تجري، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن، عدن أيضا اسم من أسماء الجنة ونوع من أنواع الجنة، في جنات عدن، في جنة المأوى، في جنات النعيم، وهي أكثر من جنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمي عمير أظن لما جاءت تسأل النبي عن ولدها قالت كيف هو يا رسول الله، قال وماذا تريدين، قالت إن كان في الجنة حمدت الله تبارك وتعالى، وإن كان في النار والله لأفعلن وأفعلن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجننت أهبلت أهي جنة واحدة، إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، فهي جنان إذن. وإذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة ومنها تتدفق أنهار الجنة، فذاك الإنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى أعالي الجنة الفردوس الأعلى. بعض الناس يقول يا معود الجنة بس أهم شيء أي مكان لو عند الباب وهذا حلال، وبعضهم يقول لا يا ليتني أكون ترابا ولا جنة ولا نار، أهم شيء أنه لا أعذب في النار. نقول أحسن الظن بالله واسأله من فضله سبحانه وتعالى فإنه كريم. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، أنهار الجنة بدون يعني حواف، لا ماء يجري لوحده وليس له مسار يجري فيه كما هو الحال في ماء هذه
الدنيا، قال خالدين فيها أبدا. وذكر التأبيد هنا بالنسبة لأهل الجنة لتأكيد إكرامهم وبقائهم لإدخال السعادة على قلوبهم عندما يعلم الإنسان أنه مخلد في هذه الجنة. وقضية التأبيد في الجنة هذه القضية في حد ذاتها نعيم، مجرد أن يعلم الإنسان أنه مؤبد في الجنة، ولا يستطيع أحيانا أن يتصورها لأنه ما تعود على هذا الأمر. الذي يعرف الإنسان أنه يعيش ثم يموت ثم يحيا، لكن مؤبد هذه يعني شوي صعبة شوي أن تدخل في ذهن الإنسان. ولكن الإنسان أهم شيء أنه يصدق، هذا أهم شيء، أنه يؤمن بهذا أنه إذا دخل الجنة فيكون خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم زاد الله ذلك الفضل فضلا، فقال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا من الله تبارك وتعالى لا يكون إلا على يعني من علم الله تبارك أنه سيموت على موجبات الرضا، كما قال سبحانه، كما قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لا يرضى الله تبارك وتعالى أبدا إلا عن من يعلم أنه سيموت على خير. وذلك لما مات أهل أحد استشهدوا في أحد، فقال النبي لجابر بن عبد الله أعلمت ما فعل الله بأبيك وأصحابه؟ قال وماذا فعل؟ قال إن الله جمعهم. فقال تمنوا علي، فقال نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية، وذلك لما رأوا من إكرام الشهيد عند الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. ما في أحد إذا مات يرجع إلى الدنيا، ما في أحد يرجع إلى الدنيا، تمنوا علي يعني غير هالكلام هذا. فقال نتمنى أن ترضى عنا فإن قد رضينا عنك. فقال الله تبارك فإني قد رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. فمن رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا سبحانه وتعالى، صلى الله يرضى عنا جميعا. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، أما رضاه فواضح، وأما رضاهم فبإكرامه سبحانه عندما يكرمهم فيقول رضيتم، يقول وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى. نعم، قال سبحانه وتعالى ختاما لهذه السورة ذلك، أي ذلك الجزاء لمن خشي ربه. والخشية الخوف، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل كما قيل. ذلك لمن خشي ربه، أي خاف ربه سبحانه وتعالى. ومن خاف الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني سار ليلا، ومن أدلج بلغ المنزل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.